أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أهم وآخر الأخبار الرياضية في لايف سبورة. أعلن الأمل الرياضي بحمام سوسة في بلاغ كان نشره عبر صفحة الفريق الرسمية عن موعد عقد الجلسة العامة التقييمية والانتخابية للفريق واللي بشكون يوم الخميس 21 جويلية 2022 بقاعة الاجتماعات ببلدية حمام سوسة. أعلن الملعب التونسي تعاقده مع الظهير الأيمن أيوب أتليتلي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة سنتين قادما من الاتحاد الرياضي ببنجردانا. تعاقد نادي الدفاع الحسني الجديد المغربي مع المدرب التونسي لسعد جردة الشبي لمدة موسمين، وكان سبق للشبي أنه خاض تجربة ناجحة في الدوري المغربي من خلال إشرافه على الرجاء البيضاوي اللي كان قاده للتتويج بالبطولة العربية وبكأس الكونفدرالية الإفريقية. أعلن نادي الشرق السعودي مساء يوم أمس عن تعيين التونسي حكيم عون مدربا جديدا للفريق للموسم الرياضي القادم بعد نهاية تجربته مع الاتحاد الرياضي ببنجردانا. أعلن نادي أونجي الفرنسي صباح اليوم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك تعاقده الرسمي مع الدولي الجزائري الياس الشتي لمدة 4 مواسم قادما من الترجي الرياضي التونسي. انضم المدافع التونسي منتصر الطالبي بصفة رسمية إلى نادي لوريان الفرنسي بعقد لمدة 5 مواسم أي إلى غاية 2027. في أخبار لاعبين في الخارج، فإنه أطلقت جماهير الأهلي المصري حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعم نجمها الدولي علي معلول بعد حملة التشكيك في الفترة الأخيرة، وكان شعار الحملة عبر تويتر معلول أسطورة أهلوية مساندا لمعلول اللي كان ارتكب خطأ في مباراة بيراميدز قبل أيام في الدوري المصري. نقلب الاختصاص نمشيه لكرة اليد، وين تحصل لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد جهاد جابلة على جائزة أفضل لاعب دائرة في النسخة 25 لبطولة الأمم الإفريقية اللي كانت دارت فعالياتها بمصر، وزاد كيف تحصل لاعب المنتخب المصري يحيى خالد على لقب أفضل لاعب وأفضل ظهير أيمن. نختم أخبارنا الرياضية بمعلومة صحية من فوائد الرياضة القتالية، أنها تجمع بين قوة الحركة وسرعة ردة الفعل، وهي تتميز بحضور البديهة واليقظة الذهنية لأخذ قرار التحرك في الوقت المناسب. هذه المميزات تعزز مع الوقت القدرات الذهنية وترفع مستوى اللياقة تدريجيا. كانت هذه أهم وآخر الأخبار الرياضية. نذكركم أخبارنا ديما متواصلة على السيت متاعنا www الحياة فام بونات. أجمل تحية حسام الرابحي وبقية متابعة طيبة لبرامج الحياة فام. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة فام. أخبار الرياضة على الحياة فام.